نتمنى اليوم غير بكره الحرب تخلص، نرجع لو نعيش بخير مع بعضنا احنا راضيين، ونضلنا مزلات. احنا حاليا هنا موجودين في ابراج جحر الديك، تحديد مدينه تيكه. طلعنا لما حكوا اخلوا غزه والمناطق الحدوديه، طلعنا من الابراج كانت 100%، هذه كلها تبرعات من الدول. هنا تيكه تبرع من تركيا من اردوغان، وهنا الكويت الحي الكويتي تبرع من دوله الكويت، تحت الحي القطري تبرع من قطر. طلعنا منهم وكانت الابراج سليمه 100%، ورجعنا بعد الحرب نتفاجئ في هذا المنظر انه الابراج مدمره بشكل جنوني، يعني اكنه كاين فيها يسام ولا حاجه. وهذا يا عم وهذا الابراج كلها ناس غلابه، الواحد يرجع يحط خيمه فوق الردم تبع داره اشرف. دمار مش طبيعي، لانه اول مره يصير فينا هيك دمار غير طبيعي. انا اقول لك لا حياه بعد لمن تنام، وين نعيش هذا الدهر؟ وين نعيش؟ مش عارفه وين نعيش في هالشتاء وهالسقع. قبل يومين بنت اخويا استشهد، توفت في المستشفى الاقصى، نزله معويه، فيش علاجات، فيش ادويه، فيش، توفت عمرها 8 اشهر. كنا عايشين كيف وشوف كيف. هذه خزانتي، هذه خزانتي وخزانه اولادي على الارض. ايضا حجم الدمار رهيب زي ما انت شايف، يعني ما فيش، الله يكون معين للناس. هان بتوارد مش اقل من 320 عيله، وزاد وين بدهم يلاقوا مسكن بقى، وين بدهم يلاقوا ماوى بعد الحرب.